يمشي عليه النادي الاهلي لسنوات قادمه ان شاء الله. احنا سعداء بالجلسه النهارده مع الاعضاء جمعيه العموميه، وان شاء الله كل شيء يتم بخير ونشوف عدد باذن الله قياس يوم 28/9 باذن الله. كلنا سعداء، احنا حتى كاعضاء مجلس اداره من التفاعل، وسعداء بال زي مستشار اسامه قنديل ما قال ان الجمعيه العموميه هي اللي بتشرع لنفسها، وبنغير كل يوم وبنعدل كل يوم، فدي ده شيء ايجابي جدا ان شاء الله يبقى مرضي للاعضاء. طول عمرها كده، مش حاجه جديده يا جمعيه العموميه، طول عمر جمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي في حته تانيه خالص في مصر، فمش غريب عليهم يعني.